بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تكلمنا يعني أحبكم جميعا مرة أخرى، بعد أن تكلمنا عن المقابلة وأهمية المقابلة الطبية، اليوم نتكلم عن الفحص الطبي أو الفحص السري. أحيانا يحتاج المريض ليس فقط إلى سؤال المريض عن المرض وتاريخ المرض وعلامات المرض، لكن يحتاج إلى أن هو نفسه يشوف هذه الآثار ويشوف على المريض نفسه، يعني مثلا أنه يأخذ الضغط لهذا المريض، أو أنه يعني يفحص الحلق أو يفحص الأذن أو الأنف. هذا ما يسمى يعني الفحص الطبي. إذن الفحص الطبي مهم جدا، الفحص السريري مهم جدا للطبيب ليسترشد إذا كان في هناك علامات فعلا ودلائل على مرض معين. متى ممكن يأخذ له الضغط، يأخذ له يشوف حلقه، يشوف إذا ممكن يشوف فعلا في التهابات هنا أو هناك. إذا مهم جدا عملية الفحص الطبي. إذا الفحص الطبي، وقبل ذلك على الطبيب أنه أيضا قبل ما يجري الفحص الطبي يعني يستأذن المريض، يقول له والله بناخذ لك فحص، أو ناخذ السماعة نحطها على صدرك، نزيد دقات قلبك، أو نشوف جهاز تنفسي إذا كان في عندك مشاكل في جهاز تنفسي أو غيره، يعني بشكل لطيف وبشكل يعني مهذب. اللي طبعا أكيد الفحص الطبي مشروع تماما، لأنه هو أصلا لا يمكن تداويه ولا أن واحد يطيب إلا إذا كان عملنا يعني الفحص الطبي. إنه يعني إنه الإذن بالشيء بدمه أجاك يعني فيما يقتضي ذلك، يعني فمدى المريض أذن للمريض، المريض خلاص أجى على الطبيب وهو ناوي يتعالج. إذن الفحص الطبي أساسي، ومعناته أنه الطبيب قد أذن للمريض أنه يعني يفحصه. يعني فيش مريض يجي للطبيب يقول له بعد المقابلة أفحص، لا أنا بديش تفحصني. إذن هذا يعني غير مشروع. إذن بدل ما تجيبني أنا لازم أفحصك بشكل كامل وبشكل صحيح. وأيضا لا يتم العلاج الصحيح إلا يعني وفق القواعد والأصول الطبية، إلا يعني إلا عن طريق الفحص الطبي. والقاعدة بيقول ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا. يعني وجود الشرط الصحيح، وجود أهمية وجود يعني الفحص الطبي، معناته ممنوع أن ينعدم هذا الفحص. أيضا من مشروعية الفحص الطبي على أنه يعني عدم إقدام الطبيب على هذا الفحص الطبي ممكن يعرض حياة المريض لخطأ، وهذا أداء الشريعة الاستدامية. طبعا هناك ضوابط في عملية الفحص الطبي. أول حاجة أكيد الاستئذان في الفحص عن إذنك، والله بدي أفحص ضغطك، أو بدي أحط السماعة على صدرك، أو افتح من فضلك افتح فمك، أو يعني بدي أفحص دينك. هذا كله يجب أن يستأذن بطريقة صحيحة وبطريقة لبقة. أيضا اتباع العلوم الأصول العلمية المعتبرة في الفحص، يعني كما تعلم بالضبط لازم يفحص بشكل سليم. أيضا مهم جدا الاقتصار في الفحص على يعني ما لابد منه، يعني الدورة تقدر بقدرها. الدورة تقدر إيش؟ بقدرها، يعني يفحص ما هو يقتصر الفحص على ما لابد منه. أيضا أكيد في عملية الفحص يجب أن يراعي أحكام كشف العوى. إذا كان مهم جدا كشف العوى ماشي، غير مهم أكيد لا يجوز شرعا. أيضا معاد جوان بالفحص بتجعل المريض يعني أكثر ثقة بالطبيب. إن أنت لما تفحص المريض بيشعر أنه فعلا هذا الطبيب يعني يريد له العلاج السليم. لما تفحصه مرة ومرتين تأخذ الضغط تأخذ كذا، أيضا المريض بيطمئن أنه فعلا هذا الطبيب يعني يريد أن يعالج بشكل صحيح وبشكل سليم.
أكيد الرفق بالمريض أثناء الفحص، يعني لما تقعد الضغط تقول إن شاء الله بالعجل ارفع مثلا كمك أو بالعجل أو خلص أو كذا، لا يعني رفق بالمريض أثناء عملية الفحص، إتقان في عملية الفحص هذا ضروري جدا، يعني عدم إهمال أي معلومات تأخذها أثناء يأخذها المريض الطبيب أثناء عملية الفحص، وأيضا مهم جدا شرعيا يعني أن يغض الطرف عن المحارم، يعني فالضرورة تقدر بقدرها يعني وفي الزمان والمكان، الضرورة تقدر بقدرها في الزمان والمكان، يعني إنه فقط المكان اللي ضروري أن نفحصه بنفحصه، والمكان الغير ضروري غير ضروري، أيضا في الزمان المقصود فيه، إذا كان تعالج هذا المريض ولا داعي لرؤية هذه العورة فلا داعي ولا يجوز رؤيتها، إذا الضرورة تقدر بقدرها في المكان والزمان، في المكان والزمان، يعني في المكان يعني المكان فقط المكان اللي الضروري أفحصه بفحصه، المكان اللي أفحصه لا أفحصه وأغض الطرف عن المحل. إذا وينسحب ذلك أيضا على عملية لمس الأبدان. إذا أخذنا المقابلة الصحية، أخذنا عملية اللي هو تشخيص، الآن نتكلم عن الفحوص التكميلية. بعد ما يعمل الطبيب المقابلة الصحية، بعد ما يعني يعمل تشخيص يقيس الضغط وغيره، يحتاج الطبيب أحيانا يعني أحيانا الطبيب، هذه كل الأشياء اللي تكفي للطبيب أن يحدد المرض المناسب، ممكن هذه كل الأعراض تكون عندها يعني لأكثر من مرض، فأحيانا يحتاج فحوص تكميلية زي أشعة أو فحص دم أو غيره، طبعا أو سي تي حتى أحيانا، فطبعا هذه الفحوص مهمة جدا أحيانا عشان يتبين المريض الطبيب نوع المرض ويتأكد، لأنه أحيانا العلامات اللي أحيانا الفحص السريري تكون غير كافية أن يأخذ القرار المناسب ويأخذ العلاج المناسب، يعني حتى هو لو شاف وجه المريض أصفر فلا يستطيع، وحتى لو علامات أحيانا بعض علامات فقد دم، فهو لازم يعملوا فحص دم عشان يتأكد أنه عنده هذا المريض فعلا فقد دم، لازم فحص الدم عشان يتأكد أنه هذا المريض عنده فعلا فحص دم. إذا طبعا الفحوص اللي بنعملها يجب أن تكون يعني أي فحص بيختاره المريض الطبيب مبني على حاجة المريض الفعلية، يعني واحد معه فقر دم بعملوش سي تي، أكيد بعملوش سي تي ولا يجوز نعمله سي تي، يجب أن تكون الفحوص مبنية على حاجة المريض الفعلية. أيضا في بعض الفحوص لها ضرر وخصوصا للحوامل أو غيره، لا يعني لا أطلب أن إلا في حالة أنه كانت الأضرار المتوقعة، يعني الفحوص هذه أخف من الأضرار المتوقعة، وهذا القاعدة الشرعية تقول الضار لا يزال بمثله، يعني إذا كان الضار الواقع يعني على هذا المريض يعني أكثر من الفائدة المرجوة من عملية التحليل، إذا أنا بطلبش هذا التحليل أو هذه الصورة الأشعة. أيضا أن تراعى الأصول العلمية عند أكيد إجراء الفحوص، يعني بطلبش أنا أي فحص إلا إذا كان مناسبا، طبعا رفق المريض لو كان في عندي أي عملية تدخلية، يعني لو أنا أخذت منه الدم بدي أخذ منه الدم أو غير الحقن أو غيره، يكون في هناك رفق أثناء عملية أخذ الدم. طبعا هناك للأسف نشوفها في حياتنا أو في سلوكيات بعض الأطباء، في عندي أنماط خاطئة بنشوفها دائما، عدم استماع المريض، عدم استماع الطبيب إلى المريض، عدم اهتمامه بالمريض، أيضا هناك لا مبالاة وتجاهل للمريض، أيضا عدم احترامه للقواعد والمواعيد، المفروض الطبيب بيجي على 8 بتلاقي الطبيب بيجي على 9:30 وهيك بيزدحم عنده المرضى وبصير عنده أيضا زحمة، عدم إعطاء معلومات كافية على طول من حد ما يشوف عنده ضغط عالي يقول له أنت عندك ضغط عالي بدون ما يقول له
أسباب الضغط أو بدون ما يقول له يعني ماذا يفعل هذا المريض حيال هذا الضغط المرتفع. أيضا قد يتعجل الطبيب في إعطاء المعلومات دون أن يتأكد ودون أن يكمل التحاليل المناسبة. قد يكون في عندي أحيانا يغضب الطبيب لأقل الأسباب. أيضا قد يكون في عندي هناك تعالي ونظرة دونية عند كثير من الأطباء. أيضا أثناء أحيانا يحتاج طلاب الطب إلى التعلم، ولا يعني وهذا الموضوع الأخلاقي أنه لا يمكن أن يتعلموا إلا على المريض. للأسف هذه أخلاقيا لم تحل هذه العقدة أنه يجب أن يتعلموا على المريض. على هذا الأساس إذن بنحاول نعلم على المريض، لكن نأخذ بعض الأداب أن نتعلم على المرضى، والحاجة عدم اختراق خصوصية المريض، وأيضا وأن المرضى ليسوا مجرد حالات تعليمية، يعني أيضا الحفاظ على حقوق المرضى زي طبعا الاستئذان والسرية وعدم الإطراء. أكيد مش لو أنت يعني طالب طب شفت عند جارك حاجة تروح تفضح في الحارة، أكيد لا، أكيد السرية يجب أن تكون يعني يجب أن تكون مضمونة. عدم الإضرار مش أنا عشان يعني أوريهم إنه في ألم في المنطقة هذه أظن أعص عليه وأقول له أنا في ألم عشان الطلاب يسمعوا يعني الألم بتاع المريض، لا، أكيد هذا يجب عدم الإضرار بالمريض. من هنا احنا بنخلص اللي هي خلصنا المقابلة الصحية، وخلصنا عملية التشخيص السريري، وخلصنا الفحوص التكميلية.